البداية أسألك عن آلاف المقاتلين، يعني حسب وكالة رويترز يعبرون الحدود من العراق إلى سوريا. برأيك هل يعكس هذا التحرك ربما موقف للحكومة العراقية، أم نستطيع القول هو موقف الفصائل المسلحة؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولمشاهديكم الكرام. حقيقة هذه الآلاف من المقاتلين التي يعني بحسب ما تفضلتي تعبر من العراق الى سوريا، هسه ما ادري ثبتت ام لم تثبت، هسه هذه مجرد يعني اخبار لحد الان لم تثبت هذه المعلومه. ما معلوم فعلا انه في سوريا هناك قوات نظاميه، هناك جيش، هناك قوات روسيه، هناك دعم من الحلفاء، هناك من الايرانيين، من اللبنانيين، لكن وجود يعني حقيقه مقاتلين وعبور المقاتلين العراقيين الى سوريا هذا يحتاج وقفه، لانه احنا نعرف كل زين ان الحدود العراقيه مراقبه من قبل الطيران الامريكي، من قبل الطيران الدولي، فبالتالي يعني عبور ودخول وكذا لا اعتقد مع وجود هذه القوات ووجود هذا الطيران. نعم. فبالتالي اعتقد ان ان كان او لم يكن، اعتقد ان موقف العراق هو الموقف الرسمي والذي يصدر من الحكومه العراقيه ومن القائد العام للقوات المسلحه. طيب ايضا يعني الا تعتقد ان موقف الحكومه والداعم لسوريا هو ربما من شجع الفصائل على عبور الحدود والدفاع عن نظام بشار الاسد؟ لا، اذا كان موقف رسمي فسوف يكون موقفا رسميا من قبل حكومه السيد السوداني، عبر نعم. ارسال مقاتلين، عبر ارسال طائرات حربيه، عبر تزويدهم بالسلاح، طلعات جويه، جيش يدخل، جيش رسمي، جيش عراقي يدخل الى سوريا، لكن لحد الان لم يحصل هذا، واعتقد انه يحتاج الى موافقات رسميه، يحتاج الى موقف من قبل مجلس النواب العراقي، الى قوى موافقه القوى السياسيه. اليوم يعني السيد السوداني ليس لوحده، نعم هو القائد العام، لكن يحتاج الى موافقه قوى الاطار التنسيقي وائتلاف اداره الدوله وكذلك البرلمان العراقي الذي يصوب موقف العراق ويجعله اكثر قانونيه. طيب هل يعني وحدت سوريا قرار الفصائل العراقية مجددا، خاصة نتحدث بعد أن فرقتهم لبنان وجميع الفصائل أيضا اتفقت على إسناد النظام السوري وحماية دمشق؟ لا ستي شوفي، يعني احنا في محور المقاومة، خلينا نتحدث عن محور المقاومة. محور المقاومة اليوم اليمن، العراق، لبنان، نعم. سوريا، هؤلاء كلهم محور المقاومة أمام الغزو الإسرائيلي. فبالتالي أعتقد أننا لا نقسم الساحات، الساحة واحدة بتعدد الأدوار، وأعتقد أن سوريا جزء من محور المقاومة، ولهذا اليوم بعد انتهاء الحرب في جنوب لبنان يتم استهدافها وبسرعة، بمجرد انتهاء بعد ساعات يتم استهداف سوريا بإدخال العصابات، وهو منسق يعني معروفة ومعلومة، وأصبحت الخطة مكشوفة واضحة جدا. غرفة عمليات تدار من قبل الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي وفرنسا وبريطانيا، نعم. والدواعش، وهجموا على حلب ومن ثم على حما. فبالتالي أعتقد أن القصة واضحة، كل العالم يعرف الخطة كيف تدار ومن يدير غرفة العمليات في حما وفي حلب. طيب يعني العراق أيضا من جهته هو يعني واجه الأزمة بلبنان يعني بوجهين، وجه ربما نستطيع القول مثلته الحكومة، ووجه آخر تمثله الفصائل. اليوم السؤال هنا أيضا يواجه الأزمة السورية العراق بوجه للحكومة وآخر للفصائل، ما التداعيات يعني لهذا الانقسام على شكل العراق دوليا نتحدث وحتى إقليميا؟ يعني أنا بتصوري سوف يكون الموقف رسميا أكثر. إحنا عندما نتحدث عن الفصائل، كم عدد الفصيل الذي هو يشارك؟ حسنا في جنوب لبنان كم فصيل؟ هو لا يتجاوز فصيلان اللي هم قاعد يشتركون، واللي هم اشتركوا فعلا في قصف بعض المواقع الإسرائيلية. فبالتالي أعتقد أن الفصائل قليلة جدا، لكن الموقف الرسمي والأولي والرئيسي سوف يكون للحكومة العراقية. أعتقد أنه نفس الدور وتحت غطاء الفتوى الكفائي لسماحة السيد السيستاني سوف تعمل كذلك في سوريا، وسوف يكون للعراق دورا إعلاميا وسياسيا وإغاثيا كذلك في سوريا. لذلك أعتقد يعني قضية الفصائل هو فصيلان يشتركان لحد الآن في عملية، في المشاركة في قصف المواقع الإسرائيلية، في المواقع العسكرية الإسرائيلية، وهؤلاء تحاول الحكومة العراقية اليوم الضغط باتجاه تحييدهم، وأن يكون العراق موقفا رسميا عبر الحكومة العراقية. طيب ما زلنا نتحدث بهذا الملف عن مشاركة الفصائل المسلحة في حرب سوريا، يعني تجعل أيضا من العراق برأيك هو جزء من المحور السوري الإيراني الروسي؟ ماذا عن الحليفة واشنطن هنا والمرتبطة أيضا مع العراق
نتحدث لا 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 أعتقد باتفاقيات ذلك، استراتيجية كبيرة. لا أعتقد ذلك. يعني العراق خرج من هذا التحالف ومن هذا المحور ونأى بنفسه عن هذا الوضع، وأعلن رسميا أنه لن يكون ساحة للصراع ولن يكون جزءا من الصراع. اليوم العراق يعني بدأ يستنشق أنفاسه وبدأ يعيد صحته وعافيته، لذلك لا أعتقد أنه سوف يكون جزء من هذه المحاور أو جزء من هذه يعني الصراع الدائر اليوم في المنطقه. نأى بنفسه واعلن ذلك حكومه السيد السوداني، اعلنت بصوره رسميه وعبر رساله اطلقتها من الحكومه الى حكومه الولايات المتحده الامريكيه وحتى الى ترامب، كذلك ابلغ رسميا ان العراق لن يكون جزءا من هذا الصراع. لذلك اعتقد يعني العراق ليس جزءا من هذا المحاور. قلت اني الموقف كان من فصيلان، والفصيلان هم من لهم من حق في ان يعلنوا موقفهم الوطني والرسمي، يعني اقصد الجهادي في الوقوف مع اهلنا في فلسطين في غزه وكذلك في جنوب لبنان. طيب الخطر الاكبر على العراق برايك ليس من ما يدور بسوريا من معارك، بل من مشاركة الفصائل نفسها، الفصائل المسلحة العراقية بهذا الصراع وحتى تداعياته وتأثيراته على العراق؟ لا، هو الخطر ليس من هنا او هناك، يعني قلت لك انا الفصائل فصيلان. طيب الحكومه العراقيه اليوم بحوارات جاده مع هذه الفصائل ان تحيدها، ان تجعلها لها موقف يتسق مع موقف الحكومه العراقيه، وكذلك حتى لو خطر من داخل سوريا، الخطر هم بعيد. اليوم الحدود الفاصله بين حلب وبين الحدود العراقيه اكثر من 350 كيلو، وجود الامريكان القوات الامريكيه في هذه الارض، وجود قسد كذلك في هذه الارض، بعد المسافه، كل هذه معطيات على الارض تجعل الخطر بعيد عن الحدود العراقيه. حتى وان كان هناك تهديدات للعراق، لكن اعتقد ان الحكومه العراقيه اتخذت اجراءات جيده جدا عبر الحدود، رسم الحدود، طائرات مسيره، كاميرات حراريه، صبات كونكريتيه، انفاق، اجراءات جيده لحد الان قامت بها الحكومه العراقيه، واعتقد ان الحدود مع سوريا مؤمنه بصوره جيده. يبقى التهديد منين؟ يبقى التهديد انه في حال يعني اكو حواضن عندنا لدينا في العراق، هذا هو التخوف من هذه الحواضن، من الجيوب التي مختبئه في جنوب في جبال حمرين، في شمال صلاح الدين، في جنوب كركوك، في الموصل، هذه هي الجنوب التي جيوب العفو التي تتحرك وهي تشبه الرمال المتحركه، هذا هو التخوف من هذه الجيوب. اعتقد ان الحكومه العراقيه اتخذت اجراءات جيده بهذا الصدد. يعني اذا نعود لنقطه محدده وهي انه مشاركه الفصائل ربما ستعود باثارها على العراق من خلال الخلايا النائمه الموجوده داخل العراق نفسها. لا، يعني الفصائل المسلحة هذا واحد، يعني هي اليوم حيدتها الحكومة العراقية، لكن التخوف من يعني التخوف من وجود هذه الجيوب، جيوب داعش، جيوب داعش الموجودة في هذه المناطق، اكو عندها حضانات، اكو عندها مضافات، هذه هي شوية التخوف من هذه الحركة، ربما تتحرك في هذه المناطق، ربما تخرج، ربما تتحرك، ربما تقوم بعمليات، لكن اعتقد ان القوات الأمنية بجميع تفاصيلها تقوم بعمليات استباقيه لضرب هذه الجيوب، هو هذا التخوف من هذه الجيوب ليس الا، لكن اعتقد ان الفصائل المسلحه اليوم هناك حوارات جاده بينها وبين الحكومه العراقيه لتحييدها وان تكون موقفها يتسق مع الموقف الرسمي للحكومه العراقيه. نعم سيد محمد الساعدي المحلل السياسي، كنت ضيفنا بنشره اخبار هذه الساعه، شكرا جزيلا لك.